حياكم الله أعزائنا المشاهدين، أهلا بكم يا أهل الرافدين يا عمار بيت القصيد إلى هذا العدد الجديد. أن تكون النفس تواقة وأن تكون الروح مشتاقة إلى دير الزور في سوريا، فهذا معناه أن الشاعر أو الشاعرة مجبولة على طينة الفرات، شربت من مائه وتنفست من هوائه، تحن إلى الشام كل الشام، لذلك وثقتها شعرا ونثرا في قصائدها وتخلقت بها جوهرا ومضمونا في ذاتها. مشاهدينا الكرام، ضيفة هذا العدد من برنامجكم الثقافي الأسبوعي بيت القصيد الشاعرة السورية لميس الرحبي. أهلا وسهلا بك، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد أستاذة لميس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا لك أستاذ مصطفى. أستاذة لميس، في البداية حينما نتحدث عن معاناة المرأة السورية التي كتب عليها أن تتذوق مرارة الغربة، مرارة التهجير، أن يعني تتعذب بمدية الواقع والظروف الصعبة، أن تجد أبناءها يقتلون يشردون إلى آخره، ما الذي يجعل المرأة السورية صامدة إلى هذا الحد حتى يومنا هذا؟ الحقيقة المرأة السورية أثبتت جدارتها بقوة على أرض الواقع، بأنها قوية صابرة صامدة رغم كل الظروف التي تعرضت لها، رغم المآسي، رغم الدمار، تشرد العائلة، تفكك الأسرة، كل هذا وأثبتت وجودها. نعم. طيب حينما نتحدث عن صور النضال، الدور النسائي في الأحداث الأخيرة التي لا تزال يعني تمر بها سوريا، حبذا لو أشرت بإضاءات على دور المرأة السورية وكيف استطعنا فعلا أن يتغلبنا على الواقع ويواجهنه بكل قوة ومصداقية وإصرار. المرأة السورية تقوم من جديد، عادت إلى قمة وأوج قدرتها على البقاء، على الاستمرار. نظمت نفسها، نظمت حياتها، حتى رغم فقدان المعيل، رغم فقدان الرجل في البيت، كل هذه الأمور استطاعت أن تتجاوزها نحو الأفضل. دائما تتجاوزها نحو الأفضل طالما أنها لا تزال مفعمة بالحيوية، تتنسم عبق الحرية، ومن خلال قصائدها تفتح الأمل من خلال أبواب تدلف بها، والأجيال الحالية واللاحقة تدلف بها إلى ضوء الشمس. خذينا إلى قصيدتك التي تودينها بداية طيبة إلى هذا اللقاء من بيت القصيد، إلى قصيدتك الأولى أستاذة لميس، تفضل. ألا سجل هداك الله يا نهري، فرات في عذوبته، نقي في فراسته، كريم في ضيافته، رقيق في سماحته، يفيض دما لأجل الشيخ والطفلة، لأجل مزارع القمح التي بعيوننا كحلة، لأجل التين والزيتون والنخلة، لأجل مآذن تغفو على أعناقهم ثكلة، لأجل طريق مدرستي وما تتلو معلمتي وما ألقاه من أبتي، تعاليما حفظناها وأدعية تلوناها وآهات زفرناها لأجل الهيل والدلة. غفوت الآن يا أمي، وفي صدري بقايا دمعك الآتي، وبعض من حكايات التي لم أستطع يوما قراءتها عليك، وبعض همساتي، وبعض الشوق يا أمي سأهديك، لأني بت في زمن أعاني بعض حسراتي، وأهدي فيك هذا الصبح كي يتلو جراحاتي، عسى تطوى مسافاتي وغربة ليلي الآتي، فأن يعبر بظل خطاك يزهر ورد عبراتي، فأن يعبر بظل خطاك يزهر ورد عبراتي. جميل. غفوت الآن يا أمي، غفوت الآن يا أمي، وظلي مارد أزرق يناديني ويخفي لي عناويني، لعل الوقت يسعفني لأطلب منه أن أغرق، بكل سماحة الأطفال في كفيك أن أغرق،
بكل سماحة الأطفال. في كفيك أن أغرق، غفوت الآن يا أمي على أحزان بلدتنا، وذاك الحزن رافقني لأوقات حلمت بيومها أني سأقضي بعض أيامي بشارع بيتنا المنسي في أنحاء حارتنا، وأسقي بعض أشجار ووردات تغني في حديقتنا، وأغمر هامتي في الليل في أنحاء غرفتك الصغيرة، ثم أشرب من خزانتك العظيمة كل موعظة، وما تخفين من دمع على الآتي. غفوت الآن يا أمي ولم أشهد سوى دمع على طرف الوسادة، عل هذا الفجر يخبرني بحلم خارج العادة، يطوق مبسمي في الفجر يحملني لوجه قد يضاهي التبر، يا قمرا لنا نادى لنبقى نحن أسيادة، لنبقى نحن أسيادة، نحن أسيادة وأنتم أسياده، فعلا لا قولا فحسب. حسب معلوماتي فإن والدتك الكريمة متوفاة، رحمه الله، نسأل الله لها تمام الرحمة ولك تمام العافية وطول العمر والصحة الدائمة بإذن الله. ما الذي أخفته أمك في خزانتها فكنت تتسللين حتى تأخذيه؟ ما هو هذا؟ ما هي هذه القيم، هذه المواعظ التي طلبت أن تشربيها؟ هي المواعظ والقيم والأخلاق الحميدة التي تربينا عليها، التي كانت هي الأشياء الثمينة التي فقدناها. موقف على بساطته، براءته، خفته، سذاجته، أيما كان وصفه، موقف لأمك لا يمكن أن تنسيه، واذكريه الآن دون تفكير. مرضت يوما ولم أخبرها، وكانت غلطتي أنني قد فقدت دعوة في جوف الليل ربما، نعم، وأعتذر منها في تربتها لأنني لم أخبرها. يعني كنت دائما متفقة معها إذا حصل لك شيء أن تطلعيها عليه فورا سوى هذه المرة. نعم، ربما لم تشأي أن تزعجيها في ذلك الوقت المتأخر من الليل. بالتأكيد أخاف عليها، أخاف أن أرى دمعتها. طيب دعينا نعود إلى المرأة السورية ونضال هذه المرأة التي لا تزال متشبثة بالحياة في ظل واقع لا يزال يستهدفها ويستهدف الكل السوري على حد سواء، ممن ينشدون حريتهم والفجر المرقوب. دعينا نتحدث عن تجارب نسائية في بلاد المهجر وجدت صدى واستطاعت أن تؤكد أن المرأة السورية قادرة على صنع نفسها حتى وإن في بلد آخر. أطلعينا على بعض النماذج الحية والمشرفة، لك الكلام. الحقيقة منذ أن لامست أقدامي أرض تركيا فكرت بالمرأة السورية، كنت أستطيع الهجرة خارجا لكنني آثرت البقاء على الحدود، ربما أشم عبق سورية، إنما كان هناك نساء كثير يأتون وهم بحاجة للمساعدة، للدعم النفسي، للدعم الأخلاقي الذي تربينا عليه، للمساعدة، لكل الاحتياجات التي تحتاجها المرأة، ربما أستطيع مساعدتها. وحاولت جاهدة، أسست منتدى ورد البلد للمرأة السورية، كان يسعى هذا المنتدى لتوعية وتمكين المرأة السورية من خلال موارد قليلة ربما استطعنا الحصول عليها من خلال علاقاتنا، تواصلنا مع بقية المنظمات الدولية والتركية مشكورة. هذه المنظمة التي تأسست كنا في البداية عبارة عن 10 أو 15 سيدة فقط، الآن تجاوزنا العدد 500 وفي تزايد مستمر. الكل بحاجة للتكاتف، الكل بحاجة لأن تقول كلمتها، أن تقول ما تشعر به. ربما الدعم النفسي كان التوب الأساس بالعلاقة، إنما هناك أخلاقيات استطعنا أن نكون فيها لحمة واحدة، وإن شاء الله
أنا أتمنى لهذا المنتدى الاستمرار بالمحبة، كلمة السر هي المحبة. نعم، كلمة السر هي المحبة، ومن المحبة التي تحاولين من خلال الشكوى إلى أوراقك تحاولين خلقها هي محبة العرب جميعا لأنفسهم، لذلك كتبت قصيدة بعنوان بلاد العرب. للقصيدة الآن. بلاد العرب أوطاني كتاب، به الكلمات يرسمها السراب، بأني من شآمي بات كحلي يسيل دما وفي قلبي عتاب، كبحر شده موج لمد تناديني وقد عدم الجواب، ليالي السحر غابت من لقاكم وهذا الليل يملأه السحاب. ليالي السحر غابت من لقاكم وهذا الليل يملأه السحاب. أنا قد جئت من وطني فراتا وقد عانيت ما عانى الصحاب. الله جميل. رأيت القوم يسكرهم عذاب وأطفالا من الأهوال شابوا. رأيت القوم يسكرهم عذاب وأطفالا من الأهوال شابوا، ووجه العيد يخلو من جمال أضاع بهاءه ظفر وناب. ولي وعد إذا ما عدت بيتي له عمري وما للروح باب. أنا الوردات في شكلي ولوني أخذنا الآه من لغتي وغابوا. أنا ما قلت شعري من ضياع ولكن جن في قلبي اغتراب. أنا من تنثر الكلمات عطرا ومني الشعر والشهد المذاب. أنا من تنثر الكلمات عطرا ومني الشعر والشهد المذاب. نثرت الشعر أزهارا وطيبا، نثرت الشعر أزهارا وطيبا، وفي الأرواح يا خلي شهاب. شآم الروح قد سارت إلينا وريح العطر فيها يستطاب. ومنك الحرف يسعدني مساء، ألا كل القصائد فيك طاب. أيوة والله. عتابي أنني قد دبت شوقا بلقيا الأنس ينقشع الضباب. لأرض الخير قد شرعت قلبي، ألا يكفيه ما فعل الغياب. فصبرا يا دروب العز صبرا ستمطرنا الغمائم والسحاب. فصبرا يا دروب العز صبرا ستمطرنا الغمائم والسحاب. أتمنى أن يكون مطر خير هذا المرتقب المأمول، وأن يكون عاجلا لا آجلا حتى تشفى به قلوب قوم مؤمنين معذبين مكلومين ولا يزالون يتمنون فجرا يحمل لهم الورود إن شاء الله. لا رائحة البارود. دعينا نعود إلى هذه المرأة المضحية ونتحدث قليلا عن المرأة التي لا تزال صامدة في الداخل رغم ما يستهدفها من قصر، ويعني ما تجده من تغييب قسري لأبنائها، قتل لأبنائها الواحد تلو الآخر، تغرب لهذا الابن، اعتقال لذاك، موت لثالث. دعينا نتحدث بلمسة وفاء عن هذه المرأة التي لا تزال صامدة وفي داخل الوطن حتى اللحظة. هذه المرأة، هذا الكيان البشري الهائل المفعم بالحياة بالحيوية، لن يثنه العزم عن الاستمرار في الحياة، عن الاستمرار في رعاية الأسرة، رعاية الأولاد، رعاية الفكر. تبحث دائما عن مكان تعلم فيه أولادها. تغربت في كل أنحاء سوريا، إذا تحدثنا عن المرأة السورية في الداخل نحاول دائما التواصل معها، معرفة ما تعانيه، نكون معها سندا كي لا يكون هناك فجوة بين المرأة في سوريا، في داخل سوريا وفي خارج سوريا. وأتمنى أن تنمحي هذه أو تندثر هذه الفجوة كي نعود معا بنفس الفكر، بنفس القيم، بنفس العادات التي تربينا عليها والأخلاق التي عرفناها. هذا ما نتمناه، والآن نتمنى منك أن ترافق السادة المشاهدين إلى قصيدة
يلقيها علينا شاعر آخر كاستراحة قصيرة، ومن ثم نعود لاستكمال ما تبقى لديك من قصائد. ما رأيك في ذلك؟ شكراً أستاذ مصطفى على هذه الاستراحة اللطيفة. مشاهدينا الكرام، إذن نخرج إلى فقرة قصيدة للوطن، ومن ثم لنا عودة. لا تذهبوا بعيداً، ابقوا معنا. أنت غادرت هاربا من العراق؟ نعم. أنت غادرت هاربا من العراق؟ نعم. وكتبت قصيدتك وأنت تغادر العراق؟ نعم. سمعنا إياها لأننا نوشك. نعم. نريد أن يكون ختامها مسك. نعم. سلام على بغداد. موجعة. كبير على بغداد أني أعافها، وأني على أمني لديها أخافها. كبير عليها بعدما شاب مفرقي، وجفت عروق القلب حتى شغافها. تتبعت للسبعين شطآن نهرها، وأمواجه في الليل كيف ارتجافها. وآخيت فيها النخل طلعا فمبصرا إلى التمر، والأعذاق زاه انقطافها. تتبعت أولادي وهم يملؤونها صغارا إلى أن شيبتهم ضفافها. تتبعت أوجاعي ومسرى قصائدي، وأيام يغني كل نفس كفافها، وأيام أهلي يملأ الغيث دارهم حياء ويسقيهم حياء جفافها. فلم أر في بغداد مهما تلبدت مواجعها عينا يهون ذرافها، ولم أر فيها فضل نفس وإن ذوت ينازعها في الضائقات انحرافها. وكنا إذا أخنت على الناس غمة نقول بعون الله يأتي انكشافها، ونغفو وتغفو دورنا مطمئنة وسائدها طهر وطهر لحافها. فماذا جرى للأرض حتى تبدلت بحيث استوت وديانها وشعافها؟ وماذا جرى للأرض حتى تلوثت إلى حد في الأرحام ضجت نطافها؟ وماذا جرى للأرض كانت عزيزة فهانت غواليها ودانت طرافها؟ سلام على بغداد شاخت من الأسى شناشيلها أبلامها وقفافها، وشاخت شواطيها وشاخت قبابها، وشاخت لفرط الهم حتى سلافها. فلا اكتنفت بالخمر شطآن نهرها، ولا عاد في وسع الندام اكتنافها. سلام على بغداد لست بعاتب عليها، وأنالي وروحي غلافها. فلو نسمة طافت عليها بغير ما تراح به أدمى فؤادي طوافها. وها أنا في السبعين أزمع عوفها، كبير على بغداد أني أعافها. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، ولمن التحق بنا الآن نذكركم ضيفة هذا العدد من برنامجكم الثقافي الأسبوعي بيت القصيد هي الشاعرة السورية لميس الرحبي. من جديد سيدة لميس، لنتحدث عن دور المؤسسات الدولية أو المؤسسات السورية المدعومة دوليا من جهات دولية مسؤولة، دور هذه المسؤولات بتثبيت وتعزيز ودعم المرأة السورية سواء في أماكن اللجوء أو في الأماكن التي تعرفينها ولا تزال تستهدف داخل سوريا. ما هو دور هذه المؤسسات؟ هو في البداية كان هناك
تخبط أو عشوائية في اللقاءات، لكن بعد مرور الزمن استطاعت المرأة أن تنظم نفسها من خلال مؤسسات، تجمعات، سواء كانت لوحدها أو تحت ظل بعض المنظمات التركية المسؤولة أو المهتمة بشؤون المرأة والطفل. حتى صعدت تدريجياً إلى التمكين الاقتصادي، استطاعت أن تكون هي المعيلة، تعلمت حرفة، تعلمت اللغة التركية، تعلمت أشياء كثيرة حتى تستطيع أن تعمل لتعيل أسرتها ولا تحتاج لأحد، أن تبقى محافظة على كرامتها. هذه السيدة استطاعت أيضاً أن تعلو درج التمكين السياسي وأن تخطو هذه الخطوة الجبارة التي لم نخطوها من قبل. هذه المشاركة في المؤتمرات الدولية، في هيئات التفاوض، في كل المستويات التي يمكنها أن توصل صوتها لصناع القرار وأن تقول كلمتها. طيب الآن دعينا نتحدث بشكل مختلف ونكون أكثر صراحة. يعني المؤسسات المدعومة دوليا، سواء موجودة في تركيا، موجودة في أي دولة عربية، موجودة في أوروبا، وتدعم اللاجئ السوري أو تدعم من لا يزال ينشد حريته داخل سوريا، ألا تستشعرين شيئا من التقصير داخل هذه المؤسسات تجاه هؤلاء البسطاء من الناس، أم أن المسألة لها تفاصيل أخرى ربما أو تفاصيل أخرى لا نعلمها؟ الاهتمام موجود، لكن العدد كبير، العدد هائل، العائلات المحتاجة، السيدات، أمهات الشهداء، زوجات الشهداء التي فقدت معيلها لسبب أو لآخر، سبب هجرة أو بسبب اختفاء أو اعتقال، أي شيء ممكن أن تكون المرأة تعيش لوحدها، تعيل أسرتها. هذه الأشياء دعتها إلى أن تكون، أن تتماسك، لكن العدد كبير. كلما انتهينا من مجموعة تظهر لنا مجموعات أخرى هم بحاجة. المنظمات لم تعد تستوعب كل هذا العدد الهائل، ولذلك نشعر دائما بالتقصير. دائما تجد النساء يشكون هذا التقصير من قبل المنظمات، لكن المنظمات بطبيعة الحال تعمل جهدها على تغطية ما تستطيع أو ما تقدر عليه. إلى الشعر مجددا، ما عنوان هذه القصيدة؟ هو عام يمضي تلو العام. تفضلي. عام مضى وكبرت ويحي عاما، نبقى انتظارا نرقب الأحلام. أيامنا بدأت بزيف حكاية رسمت حروف الحلم والأوهام. وهمومنا مذ أبرقت في أفقنا وأدت سرورا مفعما وكلاما. ويل لتجار الدمار تكالبت شهواتهم وتفاقمت إجراما. يا من تسألني اليوم عن أخبارنا، يا من تسألني اليوم عن أخبارنا، هذا الحديث يزيدني إيلاما. أخبارنا يا سيدي وكما ترى، أهديك قولا بل أزيد سلاما. إن الطفولة عندنا مقتولة، إن الطفولة عندنا مقتولة، وكذا تملكني السراب زماما. حطت براميل الممات ببيتنا ورمت على القلب الأسير سهاما. فكتبت من ألم القديم قصائدا ونسجت آها في الرؤى تتراما. فكتبت من ألم القديم قصيدة ونسجت آها في دمي تتراما. وبنيت من أبيات شعري منزلا، تهدمت كل بيوتنا يا أستاذ مصطفى. وبنيت من أبيات شعري منزلا وجعلت صوتي والصدى أقلاما. الله. حتى إذا حل الصباح وجدتني أستجمع البوح الحزين خزاما، وأضمه ما بين أحضان الهوى كي أرسل الأنفاس منه يماما. يا كف ما رد الحنين تجيبني، وعلام تغزل للسنين غراما. إيه والله. سنعيد للمجد الذي قطعوا له سرواته وتجمدت أنساما،
سنعود يا وطني، سنعود يا وطني، سنعود يا وطني، ورغم جراحنا عهد علينا أن نعود كراما. حتما ستكون العودة بكل كرامة وكل شرف، وهذا ليس مكرما وإنما حق ينتزع انتزاعا ولا يستجدى ولا يطلب، وإنما يأخذ صاحب الحق موقنا بأنه صاحب حق ولا شك في ذلك. لنتحدث الآن بطريقة مختلفة عن دور هذه الأم التي تواجهها الكثير من التحديات في الغربة، ربما عائق اللغة أولا، وربما عائق اختلاف القيم والعادات ثانيا، وربما عادت أو ربما مشكلة التذويب، بمعنى الطفل الناشئ بمجتمع جديد غير مجتمع أبيه وأمه يجد نفسه مذوبا بهذا المجتمع. كيف باعتقادك تواجه الأم السورية فكرة التذويب أو الانصهار، انصهار أبنائها في هذا المجتمع الذي لا ينتمون إليه عرقا ولونا وجنسيا؟ السؤال طبعا مطروح جدا وبقوة، لكن وجودنا في تركيا، تركيا هي أكثر البلاد قربا لعاداتنا، لتقاليدنا، لأخلاقنا، لديننا. تمام، لا نختلف. حتى حاولت المنظمات التركية، نعم، والدولة التركية جاهدة بأن تقوم بعملية الدمج بالنسبة للأطفال بالمدارس، نعم، وحتى بالنسبة للكبار من خلال كلام جميل. منظمات أنا الدولية. أنا هنا لا أتحدث عن الدمج، وأنا أعي جيدا أن هناك دورا يؤازركم من خلال المستضيف التركي، ولكنني أتحدث عن فكرة أخرى مختلفة تماما. يعني هل هناك مثلا برامج توعية، برامج يعني لتعليم الأطفال اللغة العربية مثلا؟ هل هناك دورات تعقد من أجل التذكير بالعادات، بالتقاليد، بالقيم، المبروثات المجتمعية السورية، كي لا تفقد مع مرور الزمن؟ هل هناك بعض هذه التجارب يقام على أرض الواقع فعلا؟ هو بالبداية التقارب الذي تحدثنا عنه، لكن تعلم اللغة العربية يوجد أماكن لتعلم اللغة، هو هذه بادرة منا نحن السوريين قمنا بها بأن نعلم اللغة العربية لغير الناطقين، نعم، حتى يستفيدوا هم منها ويستفيد أولادنا منها، وفي كثير من المنظمات قامت بهذه الخطوة. قد بالمستقبل يمكن أن تظهر هذه الفروقات، لكن ليس كثيرا. نعم. دعينا نأخذ نموذجا من نماذج الاغتراب أو الدول التي هجر نحوها السوريون فاستوطنوها مرغمين لا مستريحين وقاصدين وراغبين، وإنما أرغموا بسبب ظروف بلادهم. دعينا نتحدث عن فكرة يعني ينبغي أن يطلع عليها السادة المشاهدون، مفادها هل هناك نوع من التكاتف، التعاطف، التعاضد ما بين أبناء المجتمع، أم أنك ترين أن هناك حالة ربما غير صحية بين أبناء مجتمع مهجرين من مجتمعهم فأصبحوا أكثر فرقة في الغربة؟ هل هذا موجود أم أنكم تعملون على محاولة تفاديه واجتنابه؟ شيء طبيعي أن نعمل على تفاديه، هو موجود، لابد أن يكون هناك فروقات. هذا الاندماج كأننا ننحت بالصخر في بعض الأحياء، في بعض المناطق، في مناطق أخرى لا، تجاوزنا هذه المرحلة واستطاع السوريون أن يكونوا ضمن، اندمجوا ضمن المجتمع التركي، لكن في أماكن أخرى لاقوا صعوبات كثيرة. سنتحدث عن هذه الصعوبات ولكن بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، دعونا نخرج الآن إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل، ابقوا معنا.
حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا بكم مجددا. ولمن التحق بنا مؤخرا نذكركم بضيفة هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. معنا هنا في الاستوديو الشاعرة السورية لميس الرحبي. مجددا نجدد الترحاب بك سيدة لميس، أهلا وسهلا بك. أهلا بك سيدة لميس. لو أردنا أن نتحدث الآن نحن عن تحدي حاضر أمام المرأة السورية، تحدي ماثل، هذه المرأة المضحية المتعبة المنهكة التي انخرطت بالمجتمع الذي هجرت إليه قسرا وعنوة، هل ترين أنها لا تزال متذكرة لفكرة الثورة والبحث عن الحرية، أم أن مشاغل ومتاعب ومصائب الحياة جعلتها تتناسى هذا بصراحة؟ لم تنسى المرأة السورية، لم تنسى من آذاها، لم تنسى من جرحها. المرأة السورية جدا عذبة، عذبة كما برد كما نهر الفرات. من يستطيع أن يرفع السلاح بوجه ابتسامتها العذبة؟ الله. من يستطيع أن يقول لها لا وهي تحمل أطفالها، وهي تحمل جنين في بطنها، وهي تمشي حافية؟ أتت نساء كثيرات ثيابها ممزقة. هذه المرأة يجب أن يكون لها مسافة كبيرة أو مساحة كبيرة من الوطن الكبير، من القلوب. لا أستطيع أن أنهر أي امرأة جاءت سائلة أو جاءت تطلب العون، لا أستطيع. الكل يلوم أنه إن لم لماذا تتحملين كل هذا، لماذا لا أتحمل؟ أطلب من الله العون أن أكون قادرة على أن أعين أي امرأة تأتي إلي طالبة مني. لا تطلب مني، هي تطلب من الله. طبعا قد أكون وسيلة لأن أكون لها، نعم، أمد لها يد العون. وأنا أتمنى أن أساعد كل النساء السورية، هذا عمل جدا جبار، لكن قد يكون صعب، وأتمنى أن أكون قوية بهذا القدر. هذا فيما يتعلق بعملك المجتمعي. خذينا إلى عملك الأدبي الجديد وإلى قصيدة أظنها عن القدس هذه المرة. القدس العزيزة على قلوبنا، الحبيبة دائما وذكرها منذ الطفولة. أول قصيدة كتبتها عن القدس، نعم. أول قصيدة دائما هي كانت حلمنا، وللقدس تنتفض الحروف. هذه كانت حملة دعوتنا إليها للكتابة. نعم. ركض العبير مع الدماء يبشرك، ما زالت الأحلام فينا تذكرك. ركض العبير مع الدماء يبشرك، ما زالت الأحلام فينا تذكرك. ما زلت تسكنني بكل ملامحي طيفا وتدخل أضلعي، هل أبصرك؟ الله. ولنور صخرتك الشريفة قبلة أخرى تهيم لكعبة لا تنكرك. ما زلت والأثر الذي جاوزته بخمائل الأشواق عني يخبرك. أنا نسيت وأنت أكبر دمعة من دمعة فوق الفرات تفسرك. أنا نسيت وأنت أكبر دمعة من دمعة فوق الفرات تفسرك. ناديت يا قدسا تسافر في دمي عشقا وتجري في ضلوعي أنهرك. ناديت يا قدسا بكل قصائدي ورصاص حبري ما تشاء يعطرك. ناديت يا قدسا ووجهي غائب عن مدمعيك وفي عيوني منبرك. ناديت يا قدسا ووجهي غائب عن مدمعيك وفي عيوني منبرك. لأحس فيك وليل حزني لهفة غنت مع الأفراح فيك تزنرك. لم أدري ما طيب السرور ولم أجد عيني تراك وليس يغمد خنجرك. لم أدري ما طيب السرور ولم أجد عيني تراك وليس يغمد خنجرك. سبحان من أسرى بعبد ليلة غيثا إليك كما السحابة تمطرك. سبحان من أسرى بعبد ليلة غيثا إليك كما السحابة تمطرك.
هذا الغيث الذي ترتقبه المدينة المقدسة منذ ما يزيد عن 70 عاما، وللأسف لما يهطل بعد، ما الذي تحتاجه مدينة القدس اليوم منا كعرب ومسلمين في ظل حالة الانشغال بالملفات العربية الداخلية؟ هل تتوقعين أن هناك مساحة حرة بإمكان العرب أن يتحركوا من خلالها نحو القدس كاهتمام، كمؤازرة، كدعم، حتى وهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها حاليا؟ كما قلت لك، القدس لا يمكن نسيانها أبدا أبدا. رغم هذه الفوضى حولها، رغم هذه الحروب التي تجري، المصاعب والمتاعب والحروب والقصف والتشريد، دائما نعود إلى النقطة الأولى، هي القدس، القضية المركزية الأولى والأساسية. نعم. باعتقادك، واقع مدينة القدس اليوم في ظل الظروف التي تعيشها مقارنة مع واقع سوريا، هل يصح أن نقارن ما بين من يقتل الناس هناك وما بين من يقتل الناس في فلسطين أيضا؟ هل ترين أنها مقارنة قابلة لأن تكون منطقية وتطرح؟ قد تكون أكثر من أن تكون مقارنة. كل مدينة أخذت حصتها من الهلاك ومن الدمار ومن الحرب، كل مدينة عانت ما عانته. نعم. هذه المدن القديمة التي تسكن التاريخ والتي لا يمكن أن تندثر، لا يمكن نسيانها. نعم. ستقوم من جديد، ستقوم من جديد، إلى الشعر من جديد. والآن طاب الحديث، طاب الحديث إذا من خافقي طاب الحديث مقالا، في قربكم قلبي يحط رحالا. من خافقي طاب الحديث مقالا، في قربكم قلبي يحط رحالا. يا ليت شعري من غرام قد بدا، مثل الفراش ليقطع الأميال. والله إن الحرف يبدو عاشقا متمردا في طبعه ميالا، يدنو إلى قمر هناك تملقا في قاسيون وللجمال جمالا. الله. سنخط في التاريخ نبض قلوبنا ونعود أجيالا تضيء تلالا، نطوي قوافينا بصدق جامح يا شام مهلا كي تهيب جلالا. إني صرخت إلى السماء معاتب، إني ضرعت إلى السماء معاتبا، يا رب زاد الكون فيه ظلالا. ارحم شآمي، ليت شعري أنني أدعوك يا ربي أريد وصالا. لا لست أنسى إنني أبدو هنا، أطوي الحروف برقة تتلالا، مثل الفرات يهيم في ليل الدجى عبثا تهادى يمنة وشمالا. لا لست أنسى إنني أبدو هنا، أطوي الحروف برقة تتلالا، مثل الفرات يهيم في ليل الدجى عبثا تهادى يمنة وشمالا. جميل. غرزت بصدر الأمنيات تعطفا، والروح تتبع سحرها قتالا. يا موسم الأفراح، هل لا صدفة من ماء طهرك غصة تتوالى؟ يزهو على ذاك الرصيف عبيرها، والياسمين به ملأت سلالا. إني أقمت على الفرات مدائني كيما أحاكي الجسر والأطلال، ولبست من ذاك الحرير عباءة ووضعت في رجل الهوى خلخالا. ولبست من ذاك الحرير عباءة ووضعت في رجل الهوى خلخالا. يا ربي، يا رب بدده ظلام حالكم كي يصبح الوطن العظيم مثالا. ما زلت أتلو في الصباح قصيدة والحرف يركع للإله تعالى. كي يصبح الوطن العظيم تلالا. يا رب بدده ظلام حالك كي يصبح الوطن العظيم مثالا. نعم. ما زلت أتلو في الصباح قصيدة والحرف يركع للإله تعالى.
لافضة فوكي على هذا النص الجميل، الرقراق، العذبة، عذوبة ماء الفرات. حدثينا قليلا عن دير الزور، لا سيما الميادين التي أنت منها. الميادين هذه المدينة الصغيرة الكبيرة عندي التي تغفو على كتف الفرات، هذه التي عانت كثيرا سابقا ولاحقا وما زالت تعاني، فاقدة كل شيء، كل الخدمة، لكنها بهمة شبابها، بهمة نسائها، بهمة شيوخها حتى، استطاعت أن تتجاوز هذه المحنة. قد تقوم من الركام، يعود إليها بعض الأسر العريقة التي تشبثت ببيوتها وأرضها، لكنها كانت غنية بالتاريخ، غنية بالثقافة، غنية بشبابها المفكرين المبدعين، الشعراء، الأدباء. أنا انحدرت من أسرة عريقة بالأدب والثقافة، كنت تربيت على سماع الشعر والأدب والفن والثقافة. ستقوم الميادين كما تقوم سوريا كلها، لكن تلك المنطقة أكثر قربا إلى العراق، أليس كذلك؟ نعم. العادات المتداخلة ما بينكم كمنطقة حدودية قريبة من العراق وما بين العراقيين، حبذا لو تحدثيننا عن مثل هذه العادات، هذا التواصل، هذا الاحتكاك المباشر أو غير المباشر مع الجار العراقي من طرف مدينتكم التي يمر الفرات أو تقيم على كتف العراق مثل ما وصفتها، هذا الوصف الجميل. تقيم الميادين على كتف الفرات الذي يحمل همومنا وأحزاننا وأفراحنا إلى الفرات، وبالتالي هناك تبادل كثير بالعادات والتقاليد والأفكار، هناك حتى تبادل بالأسر، تزاوج ما بين العراقيين تماما. الموصل وعانة وراوة وكل هذه المناطق فيها تداخل كبير في دير الزور، حتى اللهجة نفسها تشعر بأنك، الكثير يسألني أنت عراقية، نفس اللهجة، نفس حتى نفس اللباس أحيانا، نفس العادات التي يتمتع بها العراق الحبيب. نعم. الآن إلى المفاجأة، هناك مفاجأة بسيطة أتمنى أن تكوني مستعدة لها، أن تقرأي أي شيء مما تحفظينه من الشعر، سواء شعر لك أو كان الشعر لغيرك، ماذا تختارين؟ أن تقرأي شيئاً تحفظينه لك أم شيء تحفظينه لشاعر آخر؟ كان مفاجئاً أليس كذلك؟ مفاجأة، هناك قصيدة أحبها جداً ويطلبون قراءتها مني عندما أكون في مكان ما، أعرف عن نفسي، هل تعرفون من أنا؟ امرأة وأنا عادية، سمراء بلون حنطي كبلاد الشام الحنطية، وكطلة بنت السلطان في مشيتها كالحورية، والبسمة ترتحل بروحي وبجوف فؤادي مسبية، أما أثوابي وحريري فقميصي من زمن أمية، وستائر بيتي من حجر يغفو في أجفان صبية، بالأمس أنا كنت الخنسة أم الشهداء أخت سمية، واليوم بقلبي صامدة في الغربة روحي أزلية، في قلبي تحيا وردات قتلتها أتفه شخصية، هات الوردات بها أحيا وأشم عبير الحرية، ما لي أدركتك يا وطنا في كوني امرأة عادية، وأنا العادية في عشقي، في عشقي لست طبيعية، يكفيني أهتف بإباء أني في حبك سورية، يكفيني أهتف بإباء أني في حبك عربية. أكيد هذا شيء مشرف ونعمة السيرة الذاتية، أن تكوني سورية وعربية تعتزين بهما معا ولا شك. الآن سننتقل إلى مفاجأة أقل وطئا بقليل، سأطرح عليك 5 مفردات على أن تعطيني رأيك بكل مفردة ملخصا بسطر واحد، بعيدا عن المفهوم الدلالي أو المعنى المعروف لمثل هذه المفردات، أريد المعنى من وجهة نظرك الشخصية. السوار الذي يلف حول المعصم كالذي ترتدينه، ماذا يعني لك هذا؟ هذا سفيه بسطر واحد.
السوار هو للأنثى، المرأة عالم، عالم بأكمله. الطفل حلم كل امرأة. الفرات حبيبي. الحزن الحزن أمي رحمها الله تعالى، رحمها الله إن شاء الله. دعينا الآن نعود إلى القصيدة، ربما كانت الأخيرة التي بين يديك، تفضل. ألا سجل، ألا ألا سجل هداك الله يا شجني. أنا عربية همي، يسامر في الهوى قلبي، يناجي الليل في الكتب، وينسج من أنين الشال أغلالا من اللهب. وهذا الترب شرياني به أحلم، أنادي من سنين البوح أياما بها ترحم. أنادي كل من كانوا زمانا في الدنا بلسم، ترد علي أصداء لصوت كان في مأتم. فأرثي كل أحبابي، وأصرخ من صدى صوتي لتقفل كل أبوابي بوجه الظلم والأظلم. ألا سجل هداك الله يا ألمي. أنا عربية لا عمر جاوبني، ولا في البال أصحابي، وما زالت غلاة القوم تهوى شرعة الغاب. وقد أسمعت في دنياك صرخة شق أثوابي، ألا سجل هداك الله يا جرحي. أنا عربية الهمة، علي يسمع الأمة ويكره كل أفاق بلا ذمة. أنا عربية الهمة، علي يسمع الأمة ويكره كل أفاق بلا ذمة. ينادي زينبا أخرى تتيه بخاطري ذكرى، فهل يقبل؟ علي لو رأى سيفا يغرق من جنون الحقد بالأطفال، هل يقبل؟ علي لو رأى حبلا يطوق كل أعناق النساء اليوم والأشبال، هل يقبل؟ أينظر في رؤى التاريخ حصاد له منجل، ويحصد في ظلام الليل أرواحا لأطفال وأم لم تعد ترحل. ألا سجل هداك الله. أهلي ها هنا ولدوا، هنا عاشوا ولم يسمع بهم أحد، وفي أرواحنا وتدوا تضيع بأرض قافيتي ولا تدري بها البلد. ومنذ نعومة الأطفال لا أنسى بأن الكل مجتمعون في المرسى، يقول كبيرهم ندد، يقول صغيرهم ردد، ولكني صعقت بكل ما أورد. ألا سجل هداك الله. سجل، وأريد منك تسجيل شيء جديد الآن في سؤالي قبل الأخير. نعرف أنك عضو في اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشارع العربي إسطنبول في دورته الثانية الذي انتهى قبل أيام قليلة. ليتك تحدثينا عن تجربتك في هذا المهرجان كونك شاركت به كمقدمة وشاعرة أيضا، تفضلي. قلت في نهاية المهرجان الذي كان له أكبر الأثر في نفسي، بنت الفرات أنا البركان في جسدي، يمضي بعيدا فهل للماء من مددي. وجئت إلى إسطنبول وكان هنا المدد، وكانت الجمعية الدولية للشعراء العرب التي كان منبعها من هنا من بيت القصيد. جميل هذا الاعتراف بالجميل. فكرة الجمعية الجميلة الرائعة التي أيقظت الحرف العربي في أرض تركيا، هذا الجهد الجبار الكبير الذي قمتم به، والذي أسعفني الحظ بأن أكون حاضرة في هذا في هذه الترتيبات. وكنت سعيدة جدا بلقائك ولقاء جميع الشعراء الذين تعرفت عليهم بالعالم الافتراضي. هذا المهرجان الهائل الذي أتمنى له الاستمرارية ضمن الجمعية الدولية للشعراء العرب بإذن الله، وبجهودك ومعيتك
أمانتك للسر حسب ما علمت من بعض الأعضاء في هذه الجمعية وإصرارك على مواصلة خدمتك هذا المشروع. بكل هذه الخطوات الإيجابية سيكتب لهذا المشروع النجاح ويجد كل من ينبغي أن يلتف حوله داعمين مؤيدين محبين ومؤازرين. ظل في النهاية أن أطلب منك رسالة ختامية يسجلها على لميس الرحب التاريخ موجهة منك إلى سوريا. إلى سوريا الحبيبة أهدي كل ما أملك من نفسي ووقتي وجهدي وحياتي. سوريا التي باتت حلم العاشقين الذين تشردوا في كل أصقاع العالم. سنعود يوما ونقبل ترابها. سنعود يوما ونقبل ترابها ولا شك في ذلك أنه حقيقة دامغة لا تقبل التزييف والتحريف، لا تقبل النقصان أو النكوث أو التراجع. نتمنى لكم، لكل السوريين، لكل العرب، لكل المكلومين والمعذبين في هذا العالم أن يجدوا ضالتهم الأمن والأمان والسلامة والاستقرار في أوطانهم عاجلا غير آجل. سيدة لميس الرحبي من سوريا، للأسف أدركنا الوقت ولم يتبقى إلا القليل. ماذا أقول؟ لم يتبقى شيء حتى نقوله. نشكرك على تشريفك لنا في هذا العدد من بيت القصيد. شكرا لك أستاذ مصطفى ولجهودك الرائعة في أن يكون للشعر العربي مكانته. بيت القصيد هو برنامج رائع جدا. هذا واجبنا في الرافدين أولا وأخيرا، وأتمنى أن تتسع الحياة بكرمها حتى نعيد تكرار مثل هذه اللقاءات الجميلة والعذبة رفقتكم إن شاء الله. شكرا لك. شكرا لك. السلام عليكم مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من برنامجكم الثقافي الأسبوعي بيت القصيد. الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم وشاعر آخر، وحتى ذلك الموعد لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله. إلى اللقاء.